صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. وحقيقة انه قطاع البترول والغاز من القطاعات اللي حققت طفرة غير مسبوقة خلال 8 سنين اللي فاتت. انجازات كتير تحققت في كل القطاعات المتعلقة بمسألة البحث والاستكشافات والانتاج كمان، يعني تحقيق انه تكون مصر مركز للطاقة خلال الفترة اللي جاية، اتفاقات بترولية، جذب وكمان يعني مزيد من الاستثمارات في ملف الطاقة. هذا الملف اللي الدولة أولت ليه اهتمام كبير من 2014 ولحد دلوقتي. مجهود كبير بالفعل يا هدير اتبذل في هذا الملف. الدولة قدرت ان هي تطور شبكات الغاز والمنتجات البترولية، في توسعات كبيرة جدا عملتها في مجال استكشاف الغاز، وده حقق لنا الاكتفاء الذاتي. وبقى كمان بالإضافة لده بقى عندنا كمان فائض بنقوم بتصديره. صحيح، مصر عملت 108 اتفاقيات في البترول، وده مع شركات بترول عالمية وأيضا محلية. نفذنا 32 مشروع في تنمية حقول البترول باستثمارات وصلت ل 561 مليار جنيه. نفذنا كمان 8 مشروعات في مجال التكرير، وكمان في مجال تصنيع البترول الاستثمارات وصلت ل 87 مليار جنيه. نيجي بقى لنقطة تانية غاية في الأهمية، وهي توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. الدولة خلال الفترة اللي فاتت وصلت الغاز الطبيعي لأكثر من 7 مليون وحدة سكنية خلال 8 سنين اللي فاتت، وده غير توسعاتنا كمان في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، واللي وصلت لـ 1000 محطة موزعة على مستوى الجمهورية. الحقيقة أن الأرقام دي اتحققت في هذا الملف بالتحديد نتيجة لحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تطويره، لأنه كان شايف من البداية أنه الدولة المصرية لازم تتحول من دولة مستهلكة للغاز لدولة مصدرة ليه. صباح على حضراتكم في كل مكان، وصباح الخير يا مصر.